التقى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر لمحمد الصباح رئيس جمهورية أوزبكستان الصديقة شوكت ميردايف اليوم على هامش أعمال المؤتمر الدولي آسيا الوسطى وجنوب آسيا والمنعقد حاليا في عاصمة جمهورية أوزبكستان طشقند. وتم خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيز وتطويرها في مختلف المجالات إضافة إلى بحث عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك. والتقى وزير الخارجية مع رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية الصديقة أشرف غني وذلك على هامش أعمال المؤتمر الدولي آسيا الوسطى وجنوب آسيا. وتم خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، كما تم بحث عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك. كما التقى وزير الخارجية مع وزير خارجية جمهورية تركيا الصديقة مولود تشاوشاغلو وذلك على هامش أعمال المؤتمر الدولي آسيا الوسطى وجنوب آسيا. وتم خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث أبرز التطورات في المنطقة وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. والتقى وزير الخارجية مع وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية الصديقة وانغ يي على هامش أعمال المؤتمر الدولي آسيا الوسطى وجنوب آسيا. وتم خلال اللقاء استعراض مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة الكويتية الصينية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات ومناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. كما التقى وزير الخارجية مع وزير خارجية جمهورية أوزبكستان الصديقة عبد العزيز كامالوف وذلك على هامش أعمال المؤتمر الدولي آسيا الوسطى وجنوب آسيا. وتم خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث أبرز التطورات في المنطقة وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. والتقى وزير الخارجية مع وزير خارجية جمهورية طاجكستان الصديقة سراج الدين مهر الدين على هامش أعمال المؤتمر الدولي آسيا الوسطى وجنوب آسيا. وتم خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية الكويتية الطاجكية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. كما التقى وزير الخارجية مع وزير خارجية جمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة أبو الكلام عبد المؤمن وذلك على هامش المؤتمر الدولي آسيا الوسطى وجنوب آسيا. وتم خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.